مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى موضوعنا الثاني عن تقديرات السيارات بعد الحوادث. بلغت قيمة تعويضات أضرار حوادث المركبات فقط في مدينة الرياض نحو 1,100,000,000 ريال، وذلك خلال أشهر التسعة الماضية من العام السابق 2018، حيث تعتبر تكاليف الناتجة عن الحوادث مرتفعة جدا وتتطلب مراكز تقدير ذات دقة في عملياتها. سنناقش مع ضيف الكريم بعد هذا التقرير. شكرا لك. تعويضات أضرار حوادث المركبات في مدينة الرياض فقط نحو 1,100,000,000 ريال لأكثر من 244,000 حادث خلال الأشهر التسعة الماضية من العام السابق. وتمت عمليات التقدير للحوادث عبر 4 مراكز في مدينة الرياض تقدم خدماتها 30,000 مستفيد شهريا، حيث شكلت نسبة الحوادث الطفيفة ما نسبته 52% من إجمالي الحوادث. وبدأت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين العمل في تقييم المركبات وتقدير حوادثها عبر برنامج تقدير، ويعرف برنامج تقدير بنظام إلكتروني لتقدير أضرار سيارات يرتبط مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ويهدف إلى ضبط عمليات تقدير حوادث السيارات وتسهيل الإجراءات وتسريعها. ويأتي ذلك من خلال نظام إلكتروني شامل يبدأ بعد دخول السيارة للمركز، وتتم خدمتها وإنهاء الإجراءات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 10 دقائق، ثم تصل إلى المقدرين في المركز إلكترونيا معلومات الحادث كاملة من موقع الحادث والأشخاص المتضررين وبيانات التأمين. الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وقعت اتفاقية تعاون مع شركة نجم لخدمات التأمين، وذلك لتطوير النظام بالإضافة لبحث مجال التعاون لإنشاء مركز أبحاث مهني يخدم مهنة تقييم أضرار المركبات في مدينة الرياض ويساهم في تطويرها. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، والحديث أكثر عن موضوعنا الثاني وعن تقديرات الحوادث السيارات. معنا الأستاذ سليمان بن معيوب، مستشار وخبير تأمين ومحكم معتمد. أهلا ومرحبا بك أستاذ سليمان. حياك الله. بداية، أصبح هناك ظاهرة في تقديرات السيارات، أصبح البعض يعني يرى أن هنالك تقديرات مبالغة فيها، والبعض يقول أنها عكست أيضا عن شركة التأمين. أولا خلينا نتكلم عن يعني كيف ترى عمل مراكز تقدير الحوادث، هل يعمل بشكل دقيق جدا أو هنالك في يعني مشكلة في نوع التقدير؟ خل نرجع شوي كذا تاريخيا على عملية تقدير أضرار المركبات أو الحوادث المرورية. يعني في السابق كان يصدر تقرير المرور، وعلى ضوءها يمكن للمتضرر أن يصدر تسعيرة. نعم. تكون من 3 ورش، وليست مراكز وإنما ورش عادية. نعم. عشوائية تكون، يكون يدفع 10 ريال إلى 30 ريال، ويمكن تكون العملية كلها عشوائية. نعم. من قبل الورش. في بعض الأحيان يمكن يكون فيها يدخل فيها عامل احتيال، أنه المتضرر من الممكن يفرض على المقيم أنه يقيم السيارة أو الضرر بأكثر ويبالغ فيه. نعم. لا زالت هذه الحالة موجودة لحد الآن تقريبا. نعم. يعني والمتضررين منها نقدر نقول عليها أكثر من طرف. نعم. شركات التأمين متضررة، المتسبب في الحادث يمكن بخطأ أو يكون مؤمن عند شركة التأمين، إذا رفعت التسعيرة هذه تؤثر عليه لما يجي يجدد التأمين حقه. فغير كذا أنه من الممكن يكون تصليح السيارة 1,000 ريال، ولكن أنت كمتسبب تتكفل بمبالغ تفوق المتوقع والتقديري. هذا بما يعني كان في السابق. نعم. شركات التأمين ومؤسسة النقد يعني وأيضا المرور، لا ننسى دور المرور في ذلك. نعم. يعني اتضحت لهم الصورة، وأنه لابد يكون هناك عملية زي ما تقول عملية نظامية لهذه التقديرات. أعتقد أنه كان في الآونة الأخيرة كان في عملية تنسيق بين الثلاث أطراف. نعم.
يمكن ظهرت الآن عملية أيضا لا ننسى أنه إنشاء هيئة المقيمين السعوديين كان لها دور كبير في الشيء هذا، على أساس أنه مكافحة مثل هذه الاحتيالات أو التقديرات العشوائية. ممتاز. كيف يتم تقدير السيارة الآن؟ هل يحسب قيمتها قبل ثم يشوف الحادث كم يعني كم الأضرار ثم يحسب قيمتها؟ أريد الآلية بالضبط كيف يتم تقدير السيارة الآن؟ طبعا بعد صدور تقرير المرور أو تقرير شركة نجم لابد أن المتضرر يتوجه إلى أحد الورش. يمكن فيه ورش كانت معتمدة من المرور بدون أي ضوابط أو بدون أي معايير نقدر نقول عليها علمية أو نقدر نقول عليها أنها ذات يعني نقول عادلة بالنسبة لجميع الأطراف. يتوجه لهذه الورش وعلى ضوءها يأخذ ثلاث تسعيرات، يعني مثلا في مدينة الرياض أنه يأخذ ثلاث تسعيرات، التسعيرة الأقل هو اللي يندفع عليها ليش اسمه التقدير. طبعا زي ما قلت لك أنه في بعض الحالات يكون فيها مبالغة، يمكن نقول عليها أكثر من 80% من حالات التقدير العشوائية هذه يكون فيها مبالغة في العمل. وعلى ضوها كان فيه يعني تضرر من شركات التأمين والمتسببين في الحوادث. طيب هل تقيم يعني يعرف سعر السيارة قبل الحادث ثم لا؟ هذا يعني إذا كان التقييم يعني غير عادل من حق المتضرر انه مثلا يرجع الى شيخ المعارض يعني بعد التسعيرات الثلاث. التقييم الله يحفظك. الان انا عندي لا قدر الله حادث ورحت مثلا المكان، هل اروح لمركز تقدير او اروح اولا لورشه؟ بعد ما اروح للمكان هذا هل يحسب سيارتي مثلا قبلها كم يعني تسوى، بعدين يشوف كم تضررت كم ثم كم تسوى ويعطيك الفرق بينهم ولا لا؟ هي على حسب الضرر، على حسب الضرر. في بعض الأضرار تكون مثلا خسارة كلية للسيارة. أيوة. ففي هذه الحالة زي ما تفضلت أنه لابد أني أقدر السيارة قبل الحادث أو قبل الضرر وبعدين بعد الضرر. ممتاز. وعلى ضوها يعطى الفرق. هذا في حالة كانت تالفة، تالفة كلية. نعم. ممتاز. إذا كان الضرر زي ما تقول جزئي، لا جزئي هذه من الممكن تقديره. إذا كانت مثلا نقدر نقول تغيير مثلا رفارف، تغيير صدامات، تغيير أبواب، أشياء ممكن تقديرها، هذه لابد من الثلاث تسعيرات. أما إذا كان الضرر كامل فلابد أنها ترجع إلى شيخ المعارض على أساس أنه هو يحدد قيمة السيارة قبل وبعد الحادث ويعطى الفرق للمتضرر. طيب هذا التقييم أليس له حل مثلا أنه يعرف مثلا قيمة القطعة وكم شغل اليد ويعطيه تسعيرة واحدة وخلاص؟ يعني ليش، أنا أقصد ليش المزايدات، ليش أكثر من ورشة؟ لماذا هذا يعني العشوائية والانتشار بشكل كبير جدا في هذا؟ يعني قطعة وخربت خلاص، هذه القطعة هذه قيمتها في السوق وتقدر وشغل اليد وهكذا. ليش إحنا لازلنا نعمل بهذه البدائيات؟ يعني الآن زي ما ذكرت لك، الآن صار في عملية تنسيق ما بين مؤسسة النقد، الإدارة العامة للمرور، وأيضا شركة نجم وهيئة المقيمين السعوديين، على أساس يكون فيه مراكز معتمدة. ممتاز. وبدأوا طبعا في تطبيق المراكز هذه أولا في مدينة الرياض، الآن في أربع مراكز من المتضرر ممكن يتجه لأي واحد من المراكز هذه، وعلى ضوها يكون التقييم، ممكن يكون إلكتروني وممكن يكون يرسل لشركة التأمين دايركت، يعني ما يحتاج أنه والله أنت تراجع شركة التأمين، يجي إلكتروني وعلى ضوها تتم التسوية. عملية التقييم السبير بارت أو الأجزاء التالفة هذه راح يكون لها يعني معايير حسب هيئة المقيمين السعوديين. الهيئة لما أنشئت كان لها دور يعني كبير، أولا في إصدار النظام، نظام المقيمين. طيب. وكان من ضمن الأنظمة اللي هو نظام شو اسمه الأضرار المركبات. بعدها صدر اللائحة التنفيذية اللي تفصل هذا النظام بكل التفاصيل، بما فيها مثلا ترخيص المقيمين، لابد ان انت تبغى تحدد مقيمين لابد يكون لهم معايير على اساس انه انت والله ترخص لهم. ممتاز. فهذه لابد منها. ايضا عمليه الترخيص او اعتماد المراكز حددت لها معايير، ويمكن قسموها يمكن في موقع هيئه المقيمين السعوديين حددوها في ثلاث فئات، لابد ان كل فئه لها شروط ولها راس مال ولها رسوم معينة، على ضوءها من الممكن يكون فيه التقييم. طيب
كل هذه العملية أتوقع أنها راح تكون يعني ما أقدر أقول أنها تقضي على عملية الاحتيال وعملية التقدير، ولكن راح تساعد بشكل كبير، أقدر أقول 70 إلى 80%. طب المراكز الآن شغالة؟ 4 مراكز موجودة في الرياض الآن شغالة. نعم. وين أماكنها نذكر؟ يعني ما يعني اللي أذكره في مخرج 28 على الدائري. أيوه. الغربي، في حي الرمال. أيوه. في مخرج 18، وفي أتوقع في صناعية العروض. ولا يحتاج إنه يروح للصناعية وللورش ولا أبدا شهر. يتوجه إلى هذه المراكز وعلى ضوءها يتم التقييم بشكل أنا أتوقع إنه عادل لجميع الأطراف، للمتضرر وشركة التأمين ولشركة نجم. لكل لها 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 سابق يعني شغاله كم لها يعني؟ لا لا يمكن ما لها الا يمكن شهور فقط لا غير يعني. طيب لا زالت هنا يعني نلاحظ المرور، وايضا مراسلنا راح للمرور وسال، لا زال هناك مبالغه في في في, في التقديرات، وكانها انتقلت حمى الورش الى مراكز التقييم اذا كانت هي. لا المراكز طيب. الاربعه هذه انا اتوقع انه الان تحكمها معايير من 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 ضمن هيئه المقيمين السعوديين، ومن ضمن شركه نجم، ومن ضمن المرور. أتوقع أنها راح تحد من عملية المبالغة. إنما لما نتكلم عن الورش المعتمدة الآن اللي يروح لها أي أحد. أيوه. لا زالت موجودة. نعم. وهي عملية أنا أتوقع، مو أتوقع، أنا أبصم بالعشرة أنها عملية احتيال في الأساس، عملية احتيال. ولماذا لا يتم الأمر اللي قلناه قبل شوية، يعني يكون يعرف القطعة ويعرف كم قيمتها ويعرف شغل اليد حتى المقيمين؟ ليش لا زال حتى يمكن في المراكز لا زالت التقييم إنه والله كم تسوى نشوف، يعني لا زال اعتماد على الخبرة وليس يعني هنالك شيء دقيق إلكتروني، يعني هذه قيمتها، هذه القطعة قيمتها 500 ريال فهي 500 ريال، ليش دائما فيه تقديرات زيادة ونقصان؟ يعني أتوقع أنه على أساس أنه يكتمل المشروع بشكل كبير وتفتح مراكز يكون انتشارها جغرافي في كل المملكة العربية السعودية. لابد من مقومات تساعد على نجاح النظام، يمكن. أيوة. في المقام الأول أنه عامل الموارد البشرية، تأهيلها وتدريبها، لابد يكون فيه تدريب وتأهيل وترخيص لهم أيضا. نعم. أضف لذلك عامل التقنية، استخدام التقنية الصحيحة إلكترونيا. هذه يعني تحتاج إلى أول شيء إلى استثمار فيها، إلى مبالغ كبيرة. تحتاج إلى عملية تنسيق وربط بين الأطراف ذات العلاقة اللي بما فيها مثلا مراكز التقدير، شركات التأمين، شركة نجم، المؤسسة العامة، مؤسسة النقد، أيضا المرور، لا ننسى دور المرور، على أساس أنه عملية الربط هذه احنا لا ننظر لها فقط عملية انه والله تحدد لي القطعة فقط لا غير، انا ابغى اعرف الاسباب للاشياء هذه. على اساس اسباب مثل ايش يعني؟ يعني اسباب الحوادث. يقدره لك النجم او المرور. هي على اساس انه يكون عندي معلومات كاملة عنها، يعني مثلا من ضمن الاشياء اللي مثلا يعني لابد ان احنا نحطها في الاعتبار عملية التخطيط. ايوه. عملية التخطيط مثلا في الاشارات وما الاشارات والشوارع والمخارج والمداخل، يمكن من 30 إلى 40% من الحوادث سببها يعني سوء التخطيط. سوء التخطيط. نعم، هذه لابد أنها يعني تضمن في تقارير المرور، لابد أن يكون لنا جمع لها على أساس أنه نعرف الأسباب وعلى ضوءها نقدر إحنا نجمع البيانات هذه ونطلع بنتائج فيها. طيب تقديرات نجم، الناس يعني كثيرا من الناس نجد إيجابية إذا تحدثوا عن نجم، لا زال هنالك شوية نوع من السلبية عن قطاع المرور، أنه والله هم يتأخرون، هم تقديراتهم لا زالت بدائية، أنه ما هي يعني ليس هنالك تصوير حقيقي للحادث، تخطيط الحادث، رغم أن خبرة المرور أكبر من نجم. هل ترى أن في لا زال في مشكلة لدى المرور؟ أدري أنه قطاع عملي ولكن لابد أن تحل هذه المشكلة ولابد أنها يكون لها حل. هل ترى أنه المرور لا زال يعانون من سوء في تقدير الحوادث وعشان كذا نجم فرقت شوي بما أنها تتبع للتأمين ومن يحضر للمرور ليس لديه تأمين؟ لا، هو يمكن الفرق اللي نقدر نقول عليه بين شركة نجم مثلا والإدارة العامة للمرور أنه في عملية الاستثمار، يعني نجم استثمرت في الموارد البشرية، استثمرت في التقنية على أساس أنها تخدم العملاء وتخدم المستفيدين. يمكن المرور دور حكومي، عملية الاستثمار يعني محدودة بشيء معين، يمكن ما فيها مرونة زي القطاع الخاص. الآن بدأت العملية تنتقل من المرور إلى شركة نجم، وهذا أنا أتوقع أنه هذا هو الشيء الصح، أنه لابد أنه في بعض الخدمات لابد أنها تكون فيها عملية الخصخصة.
لأنه عملية الخصخصة فيها راح يكون فيها ديناميكية أكثر. على أساس أنه نعم يعني زي ما نقول عملية تسريع في التطور. نعم دائما يعني بالفكر الاقتصادي عندما تحدث مشكلة في المرحلة الأولى لابد أن تظهر في الأخير. عندما يكون هناك سوء في التقديرات أو مبالغة في التقديرات تنعكس ذلك على التأمين، والتأمين يرفع المبالغ على المواطنين وهكذا، وكثير من المواطنين يفرح إذا كان هناك تقدير له في الحادث أن يكون جيد ومبالغ فيه، ما يعرف أنه يمكن يعني الضرر هذا يعني على 1000 مواطن ولا 20000 مواطن بزيادة التأمين. هذا السير ألا يمكن التحكم فيه؟ وأيضا شركات التأمين يتم التحكم فيها بما أنك أنت في التأمين؟ نعم زي ما قلت لك أنه المتضررين جميع الأطراف، شركات التأمين، الأفراد المتضررين. زي ما تفضلت أنه عملية هذا الضرر أو التأثر يعني يتأثر فيه حتى اقتصاد الوطن. يعني مثلا لما نضرب مثال على شركات التأمين، شركات التأمين إذا ارتفعت التقديرات هذه الخاطئة والعشوائية أكيد بترفع خسائر شركات التأمين، معنى كده أنها هتخسر وتطلع من السوق. ممكن تطلع من السوق. لكن إذا كان فيه عملية زي ما إحنا قاعدين نشوف الآن، بدأت مراكز التقدير العلمية من الهيئة، من هيئة المقيمين السعوديين، أنا أتوقع أنه راح لا نقضي عليها، يعني صعب أن احنا نقول نقضي على عملية الاحتيال والتقديرات هذه، ولكن نحد منها بشكل كبير إذا كان هنالك تقديرات جيدة. نعم. طيب نعم. شركات التأمين هنالك كثير من يشتكي أنه والله أنا عندي مطالبات في التأمين، ويمكن التأمين ما يسلم بسرعة، يمكن يجلس 10 أيام 15 يوم، في بعض الشركات تطول ويمكن تجي الشهر، لا يعطون العميل بديل أو يعطونه إيجار، هل شركات التأمين ملزمة أن تعطي بديل لصاحب السيارة؟ لا، هذه من ضمن التغطيات التأمينية الاختيارية اللي يختارها الشخص نفسه. يعني وهذه لا تنطبق دي على شو اسمه المسؤولية ضد الغير، تنطبق على التأمين الشامل. أنت تحتاج هذه الخدمة من الممكن تقدم عليها، تطلبها ويعطونك إياها. ما يعني ما أتوقع أنه في أي شركة تأمين، يعني الآن في بعض الشركات الآن بدأت بتوسيع التغطية التأمينية اللي طيب. من ضمنها أنه والله سيارة بديلة، من الممكن سحب السيارة يعني. نعم. ولكن أنت مضطر أنه تدفع يعني قسط إضافي على الخدمة هذه. طيب انا متضرر الحين، انا التامين عندك وانت اللي اخرني، يعني لي شهر عندك ولا اسبوعين، من يتحمل هذه التكلفه؟ هذه من الممكن يعني اذا كان الشخص متضرر. ترى لا تنحرج حتى اذا انك ميال لشركه التامين. لا يعني أنا عادي لانه هذا شيء قانوني وحق الناس. لا هذا انا حيادي في الامور اللي زي هذه، ولكن اقول لك اذا كان اي احد متضرر من عمليه مثلا تعطل سيارته. نعم. من الممكن انه يقدم اعتراض او يقدم. وين يقدم؟ يقدم على لجنة المنازعات التأمينية. هذه وينها مقرها؟ في مؤسسة النقد، هذه تابعة لمؤسسة النقد. نعم يعني اذا الكترونيا كان فيه يقدم. نعم الكترونيا هذه يعني يتقبلونه في حالات كثيرة صارت، يعني مو شيء يعني انه مخفي. في حالة لم يعطى بديل سواء نقدي او إذا سيارة، اذا كان انت متضرر، اذا. نعم. كان انت مثلا عندك احد تسبب لك بضرر. ممتاز. وسيارتك متعطله. أيوة. ولم تعوض على اشياء ثانيه غير الضرر فقط. أيوة. لغير حتى لما تستاجر سياره. أيوة. نعم. من الممكن انك تقدم على هيئه المنازعات، ايش اسمه، على لجنه المنازعات التامينيه. ممتاز. وتحصل على تعويض. نعم. في الاشياء هذه. طيب في مهلة معينة ولا لا؟ لا ما في مهلة، يعني حسب الحالة اللي صارت. يعني مثلا ما راح يجيك أحد والله يقول أنا استأجر السيارة لمدة سنة مثلا. خلال فترة الإصلاح مثلا أو خلال فترة تسوية المطالبة. وأتوقع أنه يعني مؤسسة الناقد كانت صارمة في عملية تسوية المطالبات، يعني خلال 14 يوم لابد شركة التأمين تنهي عملية التسوية. حتى لدرجة أنه إذا كان قيمة المطالبة أقل من 2000 ريال لابد أنها تدفع خلال 5 أيام. ممتاز. مو كذا فقط، يعني تعدوا المرحلة هذه أنه ما عاد فيه أن الآن صار شيكات. الآن الشخص مثلا أنا قلت لي 5 أيام أنه مرضي يدفع، ما عدت 5 أيام من حقك ترفع شكوى ويطالب بتعويض مثلا. يطالب بتعويض إذا رأت اللجنة حقه في التعويض
يدفع لها. طيب عندنا استفسار في بعض الشركات جيدة وخدماتها ممتازة جدا وتقدم الخدمة بسرعة، والبعض سيئة جدا، لماذا هذا التباين في الخدمة رغم أن المظلة واحدة؟ يعني هل هو من الشركات نفسها أم من قوة الصرامة عليهم؟ لا نرجع بدون ذكر أسماء، لكن يمكنك تعرف أكثر منه. لا نرجع لعدة عوامل. أيوة. يعني من ضمن العوامل أرجع أقول لك هي مقومات للخدمة. من ضمن المقومات وجود كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، هذه من الأشياء. استخدام التقنية، هل الشركة هذه تستخدم التقنية في تعاملها مع العملاء ولا لا؟ راح تفرق. أيضا لابد أن احنا ننظر للمقارنة بين شركة وشركة، أنه في بعض الشركات لها عشرات السنين الآن، 20 سنة، 25 سنة، شركات 10 سنوات خبرة في الأشياء، شركات لقيها 5 سنوات، 4 سنوات، 10 سنوات بالكثير. فهذا التفاوت يرجع للعوامل هذه. كيف ترى شركات التأمين لدينا في المملكة العربية السعودية إذا قارناها بتجارب أخرى مثل أوروبا وأمريكا؟ أنت يعني كيف تشوف هذه التجربة؟ هل تراها أنها يعني متطورة بشكل جيد أم لا زلنا في البدايات، محتاج كثير من العوامل للتطور؟ أرجع أقول لك أنه يعني التجربة في السوق السعودي تجربة يعني أشوف أنها جيدة. يعني خلال 15 سنة يعني استطعنا أنه يكون عندنا تأمين للمركبات. يعني أتذكر أنا لما بدأت التأمين 1992 يعني كان تأمين الرخصة. الآن عندنا تأمين شامل، الآن الناس يبحثون عن التأمين الشامل. لا نبحث فقط عن عملية أنه والله نبغى نأمن على السيارات، إحنا نبغى نغير سلوك السائقين وقائدي السيارات على أساس أنه يكون عندنا وعي في اللوائح والأنظمة المرورية. يعني التأمين هو خدمة ليس لشيء معين فقط لا غير، احنا نبغى يكون تغير في السلوك اقتصاديا اجتماعيا. فالتجربة السعودية انا اشوف انها ناجحة بكل المقاييس بغض النظر يعني سرعنا فيها او كانت بطيئة. يعني مؤسسة الناقد كان لها دور، مجلس الضمان الصحي في التأمين الصحي كان له دور، ولا زال التطوير اشوف انه على قدم وساق. يعني ما يعني الان مؤسسة الناقد قاعدة تطلب من شركات التأمين أنه يكون عندهم مبادرات للاستثمار في التقنية. هل هنالك حل؟ أتاني هذا السؤال الآن، هل في حل لتعجيل مبالغ الناس في التأمين غير الشكوى لمؤسسة النقد؟ هل في حلول ثانية؟ لا، هي العملية يمكن اللي أنا قاعد نشوفها أنه بدأوا الآن في عملية إنشاء المراكز الآن. يمكن نطلب في عملية أنه عملية التسريع فيها واستكمال بعض الأشياء. يعني مثلا لما نجي نتكلم عن عملية التقدير، نتكلم عن عملية التقدير المادية للسيارة فقط لا غير، ولكن هناك إصابات جسدية ووفيات تحتاج إلى معايير أيضا، تحتاج إلى تنسيق مثلا مع وزارة الصحة على أساس إصدار التقارير الطبية. لأنه نرجع لنفس الحكاية، أنه في بعض الإصابات الجسدية يكون فيها مبالغة وإحنا نسميها في قانون التأمين القروش. فهذه محتاجة إلى عملية تنسيق مع وزارة الصحة مع وزارة العدل على أساس أنها تكون منظومة كاملة. صحيح أننا بدأناها بأربع مراكز الآن، ولكن يعني خلال السنتين القادمة راح نشوفها إن شاء الله في كل مناطق المملكة. السؤال الأخير، ما هي نصيحتك للمواطن المؤمن؟ لأن هنالك تفاوت في بعض الأسعار في مواقع على التأمين مباشرة، وفي يمكن في ناس تروح عن طريق المعرض بما أن سيارته من المعرض الفلاني، أو بعض يروح للوكالة فتتفاوت الأسعار رغم أن نفس الشركة. مثلا إذا بغيت مثلا الشركة الفلانية تتفاوت الأسعار، هل يعني يأخذون عمولة؟ وش نصيحتك للمواطن بشكل عام، وأين يأمن وكيف يأمن؟ طبعا نتكلم عن تأمين المركبات. نعم، تأمين المركبات. يمكن احنا عندنا نوعين من تأمين المركبات، اللي هو ضد الغير وعندنا التأمين الشامل. نعم. ضد الغير يعني الغالب الآن انه صار عن طريق اونلاين، وهذه اسهل شيء الآن. خدمت المستفيد اونلاين من الشركة نفسها ولا في مكان موقع في من الشركة؟ لا، في من الشركة وفي مواقع اخرى بدون يعني ما نسوي. اذا موقع معروف. نعم. للدولة حطتها؟ لا، مش للدولة. هو خاص خاص خاص. نعم. هو خاص، ولكن يعني خدم شركات التأمين وخدم المستفيدين. اذا كان التأمين الشامل من الممكن يكون عن طريق شركة التأمين نفسها. نعم. وفيها صعوبة شوي، لكن أنا قاعد أشوف أنه الشركة اللي الآن تقوم بعملية التسويق
شو اسمه التأمين ضد الغير. نعم. بدأت الآن في عملية التسويق للتأمين الشامل. نعم. شكرا لك أستاذ سليمان معيوم مستشار وخبير تأمين ومحكم معتمد، شكرا جزيلا لك على إثراء حلقتنا لهذا اليوم. شكرا، حياك الله. مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم نهاية حلقتنا اليوم، انتهينا من الموضوع الثاني وهو تأمين أو تقييم حوادث السيارات. نلتقيكم غدا في مواضيع أخرى اقتصادية، إلى اللقاء.